عسلامة واضح. شكرا لكم على الاستضافة، فرحان برشا اللي بحثكم اليوم. ملي عمري 10 سنين معناها بديت نشطح في العائلة متاعي، ساشون كو العائلة متاعي عائلة فنية بجدارة، يعني عائلة تشطح تغني تمثل. دونك تولدت في محيط عائلي اسمح لي اني نخلط الشيء اللي نخلطه انا اليوم، لكن هذاك كان البدائي. لكن بعد بالطبيعة دخلت في مدارس ونوادي متاع رقص اللي طورت فيهم المهارات متاعي والتقنيات متاعي. بديت بالستيل الكل، الرقص الكلاسيكي، المعاصر، الجاز، المودرن دانس، الكونتمبوري دانس، يعني الرقص المعاصر وغيره، وبعد مشيت للرقص الشعبي. Tout est politique pour moi, et surtout la danse. Le corps est très politique. Le jasad n'atabro jasad siyasi ou معناها او لا يكون. فنعتبر انه الفنانين اليوم بالوعي اللي عندهم، بالفكر اللي عندهم، بالثقافه اللي عندهم، خلاو انه الرقص اليوم يولي آلية، يولي سلاح نقاوموا به الجهل، نقاوموا به الرجعيه، نقاوموا به الارهاب اللي الناس تقول اش معناها دانسور يشطح، معناها بالنسبه لهم كما ما هو يلزم نهز السلاح انا باش نقاوم الارهاب. لا، نقاوم الارهاب في عروق الارهاب اللي هو الفكر الظلام وفكر المتطرف، اللي بالرقص وبالفن وبالثقافه نجموا نبتروه من عروقه. فالجديد هذا هو التورني بالعمل نتاعي الكوبانية، التورني بالجلابة، لي وركشوب، لي كور دو دانس اللي نقري. تعرف اللي انا كل ما نسافر لبلاصة نعطي عرض ونقري رقص تونسي، هذا هو اللي انا نحب نختص فيه. وزاد نواصل نمشي لبلايص كبيرة كيما بالي طوكيو، كيما لوبيرا دو كون، كيما بالي دلا بوردوغي، اللي هما أماكن فضائيات كبيرة ما يستقبلوا كان كبار الفنانين في العالم. وهذا يفرحني خاطر حاسة ما ريكونيسونس، هما اعتراف بيا كفنان. ما تخليش، ما تستناش، لازمك تبادر، لازمك تمشي، لازمك تخدم، ولازمك تكون مختلف خاصة، لأنه إذا باش تتبع الناس الكل اللي ماشية في نفس الثنية وتقلد وتعمل اللي يعملوا قبلك، نعتبر أنك باش تشطر حاجات وماكش باش تكون مختلف وماكش باش تماركي الناس.